السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة بصور لكم البط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. النهاردة عمره 22 يوم. علشان يا جماعة الناس اللي هي ماشية معايا, لان كانت في ناس قالت اللي انا عندي البط عمر البط بتاعك كده, على اساس كده ان انا بصورهم لكم اهوت. وبقول لكم يا جماعة بسم الله ما شاء الله, يعني في المرحله ديت بنعمل ايه. المرحله دي مرحله مهمه جدا يا جماعه للبط بتاعنا. ما شاء الله هو بدا يسال الهوت معانا. البط ده يا جماعه طبعا كان ولاد البط السوداء. انا كنت صورتهم لكم وهي كانت فاقسه. لو حابين تشوفوا الفيديو يا ريت تشوفوه. اللي ما شافوش بسم الله ما شاء الله يا جماعه, بسم الله ما شاء الله بقى بالحجم ده كده اهوت زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ده عمره 22 يوم يا جماعه. البط ده طبعا مش بلدي, البط ده خليط مسكوفي. ده البط ده كان زي الدفعه اللي انا ربطها قدامكم اللي هي قفلت معايا دلوقتي, اللي انا قلت لكم بسم الله ما شاء الله تنهض رمضان, وفعلا نهضت وجابت اوزان كويسه جدا معايا. وانا صورتهم لكم قبل كده, وان شاء الله هصوركم فيديو تاني وهوريكم وصلوا معايا لفين. خلاص كده يا جماعه. فان شاء الله النهارده هما بداوا بسم الله ما شاء الله البط بدا يسلل معايا اهوت. هو الوقت ده في المرحله دي يا جماعه اهم مرحله معايا. عند ما تلاقي البط بتاعك بس خلاص, عشان بس اهي يا جماعه. عند ما تلاقي البط بتاعك الريش اللي هو الاسمر بدا يطلع مننا كده, هو كده بدا يسلل اهوت, مطلع ريش. خلاص الريش الناعم دوت, لا مش 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 يعني هي مش مطلعه ريش ناعم, هي بدات من عند الديل كده تطلع ريش تخين. ده خلاص كده هي بقى في مرحله التسليل, بدات تسلل معايا المرحله دي يا جماعه. طبعا وبدا هنا ايه ينبت من عند الجناحه كده, من فوق الجناحه اهو لو انتوا شايفين. اهو يا جماعه تلاقي ايه ريشه سمراء, يعني ايه تخينه كده, مش الريش اللي هو بتاعه الناعم دي, لا. ده كده احنا بنعرف ان البط بتاعنا اي مثال. المرحله دي يا جماعه اهم مرحله يعني ايه في عمر البط. طبعا بيجيله اسهال في الوقت دوت, لان التسليل طبعا بيخلي العيل يعني شفت زي العيل اللي هو ايه اي يسنن كده بيطلع له سنان. المرحله ديت بيسهل وبيتعب ومش عارف ايه, فاحنا لازم نحافظ على البط بتاعنا في المرحله ديت. هو نفسه زي العيل الصغير اما بيجي يسنن كده, هو ده في مرحله التسليل يا جماعه بيبدا البط بقى يجيله اسهال الكلام ده كله. فاحنا ايه بنشتغل على طول بالفيتامينات والاملاح على طول يا جماعه, ما نقطعش من عندنا الاملاح والفيتامينات. ناس كتير بتشتكي ان البط بتاعها بيجي في المرحله دي بيشد ببعضه والريش بتاعه بيقع وبيسقط ومش عارف ايه, ده بيبقى قله املاح وفيتامينات يا جماعه. يعني انا بقول لكم على اللي انتم المفروض تعملوه. عايزه البط بتاعك يمشي كويس ما يتعبش معاكي, يعني ما شاء الله احنا ربنا الدفعه الاولانيه بالشكل ده كده. اللي حابه البط بتاعها يفضل ويجيب احجام كويسه زي البط بتاعنا بتاع الدفعه الاولانيه, وانا في كل فيديو طلعت قلت لكم يا جماعه احنا بنعمل ايه, يتبع الفيديوهات بتاعتي ويشوفها ويشوف انا بعمل ايه. طبعا انا حاطه املاح يا جماعه وفيتامينات في الميه بتاعتهم اهيت, يعني اسبوع تحط املاح وفيتامينات ترجع تريحي شويه ترجع تاني, برده ما نقطعش الاملاح والفيتامينات. خلاص كده, علشان يا جماعه المرحله دي زي ما قلت لكم البط بيسهل فيها وبيبقى فيه الاسهال كتير والكلام ده كلته والمشاكل ده كلها. احنا معانا طبعا, قبل ما اقول لكم على اي حاجه يا جماعه, انا بس حابه اعرفكم على المكان اللي انا حاطه فيه البط بتاعي. دي بوكس يا جماعه انا بربي فيها جميع الطيور بتاعتي, سواء بط سواء فراخ سواء اي حاجه. عند ما بتبقى صغيره كده انا بحطها في البوكسه ديت. البوكسه ديت يعني ما شاء الله بتبقى كويسه لهم جدا. والعلافات يا جماعه زي ما انتم شايفينها انا حاطه فيها الاكل, انا حاطه لهم فيها الاكل. عندي الفراخ برضو اما بكون حاطه فراخ هنا بحط لهم برضو بنفس الشكل ده وبنفس الطريقه دي كده, بيبقى المكان نضيف لهم, لا تحتهم الفرشه مبلوله ولا تحتهم اي حاجه. بنيجي بالليل طول النهار بسيبها لهم كده, يعني بسيبها كده ما بفرش تحتهم حاجه. باجي بالليل عشان البرد بس يا جماعه بفرش تحتهم شويه قش, على اساس الجو بيبقى بالليل برد شويه وما يبردوش مني بفرش تحتهم شويه قش. انما الاكل بيبقى في العلافه والميه قدامهم اهي. وطبعا اهم حاجه الكالسيوم والفيتامينات والاملاح يا جماعه اهم حاجه, علشان البط عندك ما يشدش في بعضه. دايما استعمل املاح وفيتامينات اللي كل الكلام ده كلاته, يعني بسم الله ما شاء الله هتلاقي الفرق. البط بتاعك ما بيتعبش معاكي, ما بيرجعش ورا, هتلاقي دايما الريشه بتاعته ناعمه وسايحه.
ما بت مش واقفة او نازلة او الكلام ده كله، اللي بيخلي الريش يسقط من البط ايه؟ قلة الاملاح والفيتامينات. خلاص كده، فاحنا ان شاء الله من الوقت للتاني بقى هنخرجه في الشمس بره يا جماعة، علشان نتفادى ايه في المرحلة دي زي ما قلت لكم بتبقى فيه بيبقى فيه اسهال كتير. احنا من الوقت للتاني بنخرجه كده ايه في الشمس شوية، علشان اللي لا يجوله كساح ولا يتعب والاسهال والكلام ده كله. فايدة الشمس ايه يا جماعة؟ الشمس فيها كالسيوم طبيعي للطير، اي طير عندك، وطبعا بتصمت الحاجة عندك، بتصمت الطير، بتخلي الطير مش يعني على طول اي شوية برد يأثروا فيه او اي شوية اسهال يأثروا فيه، لأ بتخلي البط عندك زي ما تكون يعني ناشف كده في نفسه، مش اي حاجة تأثر فيه لأ. من وقت للتاني زي ما قلت لكم هنحطه في الشمس شوية، يعني قيمة ساعة ساعتين كده زي ما انا كنت بعمل معاكم في الاول. خلاص كده، خلاص يا جماعه احنا خلصنا الكلام ده كلياته. خلصنا يعني قلنا الفيتامينات والاملاح والاهم حاجه الشمس والكلام ده كلياته يا جماعه. احنا النهارده معانا حاجه مهمه جدا للبط بتاعنا او اي طير عندك، سواء فراخ سواء حمام سواء بط اي حاجه معانا يا جماعه، ده الكيس ده في حبه البركه اهو، ده يا جماعه حبه البركه اللي ده موجود عند اي عطار بتروحي تجيبيه، يعني هو مش غالي ولا حاجه، بس لو جيت شفت فوائده له فوائد كتير جدا وفوائد عديدة جدا. احنا الاول هنحط للبط بتاعنا وبعدين هقول لكم فوائده ايه. اهو انا بحط على العلف يا جماعة بتاع البط اهو بالشكل ده كده، حط له مرتين ثلاثة في الاسبوع زي ما انت عايز، دي فيها فايدة يعني كويسة جدا للانسان وللطيور في نفس الوقت. خلاص انا هو بقى هيقلبه اهو، احنا بنقلبه ببعضه كده يا جماعه اهو، على اساس ان البط ما يستغربش اهو. خلاص احنا حطينا البط الثاني، هقول لكم على فوائده بقى. حبه البركه دي يا جماعه لها فوائد كتير جدا. اول حاجه لو انت عندك بط كبير حط له برده، عندك فراخ كبيره حط لها في العلف، عندك حمام حط له برده في العلف. هي مش بتتحط في العلف بس، هي كمان بتتغلى وبتتحط في الميه، بيصفى الطفل الخشن بتاعه بيصفى، والميه بتحطها في قلب السقايه بتاعته الطيور. لو مش على الاكل يبقى في السقايه. اللي اول حاجه يا جماعه اللي حبه البركه دي بتقتل الديدان عند الطيور بتاعتك، سواء بط سواء طيور سواء حمام سواء فراخ، اي طير عندك حط له حبه البركه دي. خلاص دي قلنا اول نقطه بتموت الديدان عند الطيور. كمان بتزود حجم الطير معاكي، يعني بتخلي الطير ما شاء الله بيفحل ووزنه بيزيد معاك. تاني حاجه هي اصلا بتعالج البرد كمان، يعني بتعالج الالتهابات اللي عند الطيور كلها، بتعالج في الناس اللي بتشتكي من نفخه الحصال عند الفراخ، كل المشاكل دي يا جماعه في الوانزة الطيور يعني لا قدر الله، يعني كل الحاجات دي بسم الله ما شاء الله حبه البركه دي بتعالجها. تاني حاجه برضو يا جماعه بتخلي البط معاكي، يعني ما شاء الله بتساعد في عمليه التسليل عند البط، يعني بتخلي الشعر بتاع البط يطلع على طول، يعني بسم الله ما شاء الله هو في مرحله التسليل يا جماعه. حبه البركه ديت بتساعد على يعني ان الشعر بتاع البط يطلع معايا على طول. احنا بنقول الرده برده يا جماعه على العلف حلوه كويسه، بس احنا مش هندي رده دلوقتي. اهو يا جماعه شايفين الشعر اللي هو الريش التخين اللي بدا يطلع في ديل البط من ورا دوت، حبه البركه دي زي ما بقول لكم بتساعد بسم الله ما شاء الله بتخلي الريش يطلع معايا على طول. بتنشط الطير عندك، ما بتخلوش خملان او كسلان او الكلام ده كله، بتزود من حيويه ونشاط البط او الفراخ او اي طير عامه عندك. يعني خلاص كده، الناس اللي هي بتشتكي من نفخه البطن والكلام ده كله، حبه البركه دي بتعالج كل المشاكل دي يا جماعه. برضه بتزود يعني بتعمل على تنشيط الدوره الدمويه عند الطير يا جماعه. عامه اي طير عندك يعني كل الحاجات دي كلها. برضه يعني لو انت عندك بط كبير فراخ كبيره ديت بسم الله ما شاء الله بتزيد الخصوبه عند الطيور برضه، يعني بسم الله ما شاء الله برضه بتزود المناعه عند اي طير عندك.
خلاص كده. يعني احنا لو جينا نشوف يا جماعه فوائد حبه البركه دي، لها فوائد كتير جدا وبتعالج من اي امراض. خلاص كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. واللي بيشوفنا لاول مره ما ينساش الاشتراك في القناه واللايك للفيديو يا جماعه، عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.